صح شريبتكم ومرحبا بكم فيش معنا. بون بالنسبه اللي صاير في الشين تويكا ورجعت تينيزي جيمرز وكل مازال ما عندي حتى فكره بالضبط شنو باش يصير وما مازلت ما نعرف شنو باش نعمل. دونك من غير ما تسالوني تويكا حتى لين توضح الامور اني نخدم هكايا حتى لين يصير حتى لين تتريق الامور. ما علينا اليوم نبداو في الابيزود الاولى من سيري ايش معناها. خلونا نبدأ. إيش معناها جيم انجن؟ الجيم انجن هو باختصار الانجن اللي يجمع الانجنز الاخرين الصغار الكل باش يخرج الجو في ليماج فينال نتاعها. اهم واحد فيهم هو الريندرينج انجن اللي يحول لي فورم جيومتريك الكل ولي سورس لوميير الكل في الجو يحولهم ليماج ريال اللي نراها احنا في الفيرسيون فينال. ثاني انجن هو الفيزيكس انجن واللي مهمته يعمل الكالكول للعمليات الحسابيه والفيزيائيه للانتيراكسيون تاعك الكل مع المليون تاع الجو. بار اكزامبل تكسر لوحه تضرب روحك في حيط ما نعرفش انا اي حاجه تعملها مع الانفيرونمون تاع الجو الفيزيكس انجن هو اللي يعمل لنا الكالكول نتاعها هو المسؤول عليها. ثالث انجن هو الاوديو انجن واللي هو هاب تو سكي صوت في الجو مهمته وقت صوت معين يمشي وقت صوت معين لا وكيفاش الصوت يخرج. يعني بار اكزامبل مش كيما واحد يمشي بحذاك في البيت هونيا كيما واحد يمشي اللوطة معناها الفوت ستيبس نتاعو مش كيما تسمعهم بحذاك كيما يبدا بعيد عليك كيما عصفور بحذاك كيما بعيد عليك حصيلو النيفو نتاع الصوت وهكا لي فيتر وهذا هكا هو اللي يخدمو الاوديو انجن. واخيرا فما الاي اي انجن واللي هو اختصار كلمه ارتفيشال انتليجنس انجن واللي مهمته يعمل الانتليجنس ارتفيشال نتاع الشخصيات الاخرين يعني الذكاء الاصطناعي نتاعهم كيفاش يتعاملوا معك كيفاش يتعاملوا مع المليون نتاعهم وكيفاش الذكاء نتاعهم يعني كيفاش من الاخر يتعاملوا كبشر يقربوا للذكاء نتاع البشر وهذه حاجه عمال تتطور مع كل انجن. المحركات الفرعيه هذه الكل تكون الجيم انجن وكيما التكنولوجيا الكل الجيم انجنز برشا فما اللي تنجم تشريهم وتشريهم راهو نحكي مليارات مش مليون واثنين وفما اللي لازمك كي تاخوهم ببلاش معناها مسي ديريكت لازمك تعطي بار من الفلوس اللي باش تصورهم من الجو نتاعك للشركه مولات الانجن. من اكثر الانجنز المعروفين هو الاريال انجن واللي يعتبر ستاندرد في الديفلوبمون تاع لي جو تويكا خاطرو الخدمه به مش صعيبه ياسر يعني باش تصنع الجو الديفلوبمون تاعها مش صعيب ياسر ومش سهل اما في نفس الوقت الروندو جرافيك نتاعو ياسر طيب. وفما زادا اليونيتي اللي هو زادا معروف على الاخر خاطرو ببلاش وخاطر الخدمه به سهله اما في نفس الوقت ديما فما دي ليميت ما تنجمش اللي تخدم حاجات جرافيك مو كيما اللي يعملهم الريال انجن. وعكس يونيتي توتالمون نلقاو الكراي انجن اللي هو الخدمه به صعيبه على الاخر اما في نفس الوقت يعطيك اقوى روندو جرافيك بريسك ومن اكثر لي جو المعروفين اللي تخدموا بالكراي انجن كرايزيس 3 اللي تعرفوا قداش تتطلب جرافيك مو. زادا فما الانجنز اللي ما تنجم تخدم بهم الا ما تكون مومبر في لي ستوديو نتاع الشركات هذوما اللي يعملوا الانجنز هذوما كيما اي اي عندها فروست بايت مثلا ما تنجمش تاخذ فروست بايت من عند اي اي الا ما تكون تخدم في ستوديو تابع لاي اي. حصير الاولاد كانت هذه الابيزود الاولى من سيريش معناها قولوا لي لوطه في لي كومونتير على الشوجي اللي تحبوا نحكيوا فيه في الابيزود نتاع غدوه. حصير ان شاء الله عجبتكم الابيزود وان شاء الله نتقابلوا مره جايه في فيديو جديد. تشاو.